فايلة الضغط على حامل الكرة من جانب الاتحاد. خوالد بن راسي رجع في الوسط الاستلام ولكن ضاعت الكرة من يحيى شريف. تعود للاتحاد المتقدم في النتيجة والمسيطر لحد الآن يحاول التحكم في الكرة من جانب بن موسى مختار. وصلت لفهم بوعزة يحاول جديات وتدخل من غازي كريم والخطأ يقول الحكم. جمال مولودية الجزائر لما تستعمل الضغط لاعب واحد لو يستعمل الضغط هذا خطأ. الاتحاد العاصمة يستعمل الضغط بكتلة واحدة كل لاعبين ما يخلوش مساحات كبيرة. هناك تدخل قوي من غازي على جديات واضحة. جديات طلب الكرة طلب الكرة في العمق. تغيير الجناح والاتجاه أحسن ما فعل. البحث عن فرحات أمام بوغيش الرقبة واللصق والحراسة الشديدة. تغيير والتنويع في اللعب من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. بوشم ما يتفوق فهم بوعزة بن مختار توصل له الكرة مطلوبة من قسمي ولكن تضرب بالمدافع حشود. تعود للمولودية حشود الآن يخرج الكرة الاستلام من يشير. يشير حشود البحث عن جليد رأسية وإلى رمي التماس. بوشم ما يتدخل ملعوبة بسرعة للمولودية لجليد. الثنائية من هناك ولكن شافعي في اللحظة الأخيرة يبعد الكرة إلى رمي التماس من جديد للمولودية بسرعة. تدخل موفق لشافعي يسترجع هذه الكرة. دائما اللعب بالثلاثيات من جانب جديات وكذلك فهم بوعزة. غازي يوصل يقطع الكرة يلعب مع حشود ترجع الكرة غازي لبشيري. البحث عن المساحات الشاغرة يغير الجهة اللي بصغير. قاسم الضغط على قاسم هناك خطأ من كودري. ضغط على حامل الكرة من كودري من بوشما. هناك تغيير جمال. نعم سلسلة تغيير من جانب مولودية الجزائر يعني خروج بصغير عبد القادر ويحيى شريف ودخول زغدان توفيق. نعم زغدان توفيق وكذلك غربي تماما. غربي صبري نعم دخول غربي صبري. تماما. كيف نفسر سيد يونس افتسان البطاقتين اليوم البديلين؟ كنا تكلمنا على وسط الميدان جمال وين اتحاد العاصمه راه فايز في وسط الميدان. اليوم التغيير راح يكون في وسط الميدان وفي الهجوم.